وبشأن تأخر إصدار الموازنة العامة في العراق وأثرها على الوضع الاقتصادي، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الخبير الاقتصادي العراقي هشام الياور. مرحبا بك معنا. رجاء صوتك ماذا أسمع؟ أستاذ هشام تسمعنا؟ والله صوت ضعيف يا أخي. الصوت ضعيف، أرجو أن تسمعني جيدا الآن. فشل القوى السياسية بالاتفاق على تشكيل الحكومة تسبب في تأخير إقرار موازنة عام 2020، وهو ما يتكرر مع كل حكومة كما تعرف سيد هشام. ما أثار تأخر إقرار الموازنة على الواقع الاقتصادي في البلاد؟ شكرا أخي. يا أخي الموازنة توضع ضمن التخطيط السنوي، إن كان لتنفيذ مشاريع أو تنفيذ الموازنة خلال سنة ضمن فترات زمنية. هذه الفترات الزمنية يكون الصرف فيها يتوقف على حجم المتطلب للفترة الزمنية. حاليا التأخير يؤدي إلى تأخر في تنفيذ متطلبات الفترة الزمنية التي ظلم الصرف، لأن الصرف سيعتمد على 1 من 12، قد لا يكون المبلغ ضمن هذه النسبة يتناسب وحجم المتطلب لتلك الفترة. هذا عكس أنه كثير من الاستحقاقات على الدولة، إن كان لشراء محصول أو لتنفيذ مشاريع للمقاولين أو لتنفيذ أداء الدولة، هذا أكيد يترك أثر سلبي على تنفيذ المشاريع أو الخطة الموضوعة خلال الموازنة. نعم. وبالتالي يخلق عدم تناسب مع متطلبات المصروف ضمن خطة الموضوعة من قبل الدولة، أكيد تنعكس حالة سلبية. نعم. طيب، اللجنة المالية في البرلمان السابق تقول إن آثار عدم إقرار الموازنة ستكون سيئة جدا، والسؤال هنا، هل كان للموازنات السابقة آثار جيدة؟ بمعنى هذه الأزمة في الموازنة أم في الخطة برأيك؟ وواضعيها بطبيعة الحال. يا أخي الموازنة المفروض تعد مبكر قبل بداية السنة. يعني المفروض مجلس الوزراء يصادق على الأقل إذا مو شهر العاشر شهر 11، وترسل إلى المجلس النواب. ضمن هذه الفترة المفروض تناقش الموازنة بشكل الذي تضع ما يتناسب ومتطلبات التخصيصات التي توضع لكل فقرة من فقرات الموازنة. كما أن يؤشر تنفيذ ما تم في السنة السابقة لكي يكون دلالة لتحديد المبالغ خلال السنة المقبلة كمؤشر، إلا النتائج التي مخيفة، لأنه التنفيذ نسبة التنفيذ لمعظم الفقرات المالية هي دون المستوى المطلوب. نعم. خاصة متطلبات احتياجات الموازنة يعتمد بشكل رئيسي على العائد من مبيعات النفط. طيب، بالنسبة لهذه النقطة، بالنسبة لهذه النقطة المهمة، أما أي تأخير بالتأكيد ينعكس على أداء الفعلي للنشاط المعهود أو المطلوب. أستاذ هشام، بالنسبة لهذه النقطة، تم تسعير برميل النفط في الموازنة السابقة والمعمول بها إلى حين إقرار الموازنة الجديدة ب 55 دولارا، بينما وصل البرميل عالميا لما يقارب من 115 دولار للبرميل الواحد. فروق السعر هذه هل سيعلن عنها بشفافية أو ستنفق على مشاريع تنموية أو ماذا سيجري بها بالضبط؟ طبعا الفائض المتحقق من نتيجة ارتفاع أسعار النفط دخلونا في مشروع تغذية المواطن أو احتياجات المواطنين. هذه الأرقام المتصاعدة نتيجة الفرص كان من المفروض أن توضع لسد على الأقل كثير من الالتزامات أو الديون الموجودة لدى قطاعات الدولة لحوالي أكثر من دولة أو مؤسسات مطلوب من العراق. يعني الديون الموجوده للعراق ممكن ان تغطي جزء منها الفائض
اما الفائض حاليا والموضوع من قبل النواب هو مثل لحمه كبيره يحاول كل جهه ان تستفيد من هاي الفائض لمشاريع مستقبليه باسم حاجات الشعب. ولذلك التباين ليس على المظلوم بقدر ما على الاستفادة الذي ممكن ان تؤول لجهه على حساب جهه اخرى. نعم نعم. طيب هذا التنامي في الاسعار في اسعار النفط، هل تتوقع ان يعني يطرا تحسن في سعر صرف الدينار امام الدولار بناء على ذلك؟ يا اخي سعر صرف الدينار يعتمد على قوه الاقتصاد. اقتصادنا احنا ريعي. ريعي نعم. اين القطاعات الانتاجيه؟ اين القطاعات التحقيق التحقق من قدره الموارد لتوظيفها بشكل صحيح؟ تحسن الدينار العراقي يعتمد على تحسن الاقتصاد العراقي بكافة الفصول. لا القطاع الصناعي متحقق بشكل كامل، هناك آلاف المشاريع الصناعية أو المعامل توقف. لا القطاع الزراعي متحقق بشكل يحقق عائد، خاصة هذه السنة هناك شح في الماء وبالتالي شح في القدرة على إيجاد مشاريع زراعية أو إنتاج زراعي مقبول. ولا الخدمات متحققة بشكل يمكن أن يدعم الاقتصاد العراقي. في أي حالة يمكن يعني زيادة أسعار النفط قد لا يكون إلا فائض مع الأسف ما راح يستغل بشكل صحيح، وبالتالي قد لا يكون الفائض أو الزيادة ينعكس إيجابية على الدينار العراقي. نعم. كيف تقرأ تداعيات الخلافات وما ينجم عنها من تعطيل الحياة السياسية والاقتصادية للعراقيين وانعكاساتها بالتالي على الوضع المعيشي للشعب وللشرائح يعني البسيطة من الشعب وتأثيراتها المباشرة على العمل وعلى الخبز وغيرها من القضايا المهمة؟ ما وضع عندي السؤال لأنه صوت كل بعيد. تسمعني جيدا الان سيد هشام؟ نعم صوت ضعيف، ماذا اسمع حتى السؤال. انا نعتذر عن ضعف الصوت، يبدو انه من المصدر. طيب دعنا نسال سؤالا اخيرا في هذا اللقاء معكم حول السياسات التي انتجت هذه الزياده الكبيره في نسب الفقر في العراق، على الرغم من أن الحكومة في بغداد تمتلك 90 مليار دولار كاحتياطي نقدي، وفي المقابل نسب الفقر في تزايد ونسب البطالة في تصاعد، كيف يمكن مواجهة ذلك تلك الظواهر التي انتشرت مؤخرا؟ يا أخي لأنه يبدو الحكومة غير جادة في تنفيذ مشاريع متطلبات حاجة المواطن في حاجة أساسية بالمأكل بالمشرب بالبناء بالخدمات. يعني ما يمكن أن يكون لا زال المواطن لن يصل الكهرباء أو المياه صالحة للشرب أو متطلبات المعيشة الأولية. هناك بطالة كبيرة، عدد بطالة مقنعة بالدوائر التي موظفة أكثر من حاجة. يبدو الجانب السياسي والجانب الاستحواذ أكثر عطل في تنفيذ كثير من المشاريع والذي قسم منها كانت وهميه وقسم منها كانت على الورق، وهناك مشاريع صرفت لكن لم ينفذ منها شيء. بالتاكيد اذا لم تكن هناك خطه مبرمجه وقدره على التنفيذ ويمكن ان يخفف من المستلزمات، لا يمكن ان يكون العراق يعيش هذا الغني نسبه دون الفقر 30% حسب وزارة التخطيط، في احدى المحافظات 60% تحت خط الفقر. اي عوائد اي دوله ممكن يكون بهذا العوائد متحققه وشعبها يعيش بهذه المتدني من الفقر والحاجه؟ اكيد القدره متوفره لكن النيه غير متوفره. مع شكرا لك الخبير الاقتصادي العراقي من عمان هشام الياور، كنت معنا.